البارح الصباح تقريبا مع ديك العشرة سمعنا صدام قوي، منين طلينا حسب ما شفت واحد الحادثة، شخص مرقى في الأرض والصديق ديالو اللي كان راكب معاه في الدراجة النارية. الشخص الأول كان متوفى في ديك اللحظة، الشخص الآخر كان لازال على قيد الحياة، وأظن أنه لازال على قيد الحياة أي أنه في الإنعاش. منين حضرت لقيت أن السيد ميت، الآخر باقي حي. الجوقة، الفوضى، كل شيء الغيب الغاء، كل شيء يقول كيف ما تنقولوا انت تطيح البقرة تيكثر الجناوة. كنت خارج بحال هكا من الدار ويبوز الموتور تابعه طونوبيل داكشي ديال الافلام، خارج بالجد تابعه وصلت حتى لهنايا، بغيت تفراني تكسيري ضربات لي الرويضة من اللور وهي تخشي في بوطة، فاش خشيت في بوطة صافي طاحوا مات، طاح واحد مات وواحد تيتفركل ويدخل دخلات في طونوبيلة صافي ما تيرسوا لها الضلوع، وهي باش ما هي باش ما طرا لها والو، باش ما طرا لها والو تنفخات هذيك اللعيبه ديال الطوموبيله البيضاء قالت لها وجهها ايرباك تشرسات من صبعها وما طاحت تشلات من رجليها ما قدرتش تنوض مسكينه. هذاك الاخر راه ما جاش لومبيلونس سناهم حتى جات لومبيلونس دات البنت والجوت حتى بقات كانت تابعهم من الشانطه من لها صافي وصلوا هنا للدوره والشانطي كان عامر مخاوي وقفوا هنايا هي دخلت فيهم من اللور صيفطاتهم هما حدا داك الكراج راه هو هي دخلت في الطروبيل صافي خرجت مصدومه ما تايت لاحش من الشرجم سخفات الشلات قال لك خرج من الشرجم الشلات مورا صافي ما داتش في هذوك اللي ماتوا بقات كتغوش على ما داتش في هذوك الروح اللي طاحوا. المهم حنايا الاولاني طاح الارض مات في خطره تفشل كله. المهم تاني مع كان داير الكاسك دار بحال ما كدا بقى تيشوف في السماء صافي بدا تيفركل. المهم بقينا شويه عاد جات لومبيلونس هزات الاولاني الثاني تعطل عليه. كنت واقف جهه البوطه طراهم اللي شتيهم كنت واقف تما كان جهه البوطه شويه جاي دار الموطور هو الاولاني جاي مكسل والطوموبيله مورا كتتقلب ليه مع الدوره كتتقلب بحال هكا وجاي مكسلين هي جات حتى لهنايا ضرباتهم خشاش واحد خشاشه في البوطه وواحد خشاشه في الكراج وهي كملت صحاب لها راه الشانطي هذاك وهي تكمل مع الطريق من دخلت ضربت الطوموبيل عوجاتها.